سيف سيف ايه يا شريك؟ بقول لك ايه سيف، الطماطم احلى ولا الخيار الهلال السوداء اللي تحت العين دي؟ البتنجان المخلل. يا شريف اللي انت عامله ده، انت حاطط من الماسك بتاع ماما؟ ما ده اللي لقيته عندكم، وبعدين حبيت اعمل كده عشان بصيت تبقى ناعمه ونضره، عشان لما نيلي تيجي بكره تريني زي القمر. وانت مالك ومال نيلي؟ نيلي دي بنت مؤدبه ومحترمه. انا مش عارف ايه اللي خلاني اوافق انها تيجي هنا. ايه المشكله انها تجي لنا البيت؟ يعني ايه العيب في كده يعني؟ المشكله انها بنت وجميله. ايه المشكله في كده؟ ما تبقى تعرفنا على بنات صحابها الموزز ونخرج معاهم ويجوا لنا البيت ونروح لهم البيت ونروح معاهم ديسكو. شريف انا جايبك هنا عشان ما اقعدش انا والبنت لوحدينا، لكن تروح تقول لها بقى عرفيني على الموزز صحابك وجو التحرش بتاعك ده انا ما بحبوش، وما بحبش كلمه ديسكو. لما تلاقيني داخل بحنان شوقي يبقى اقول ديسكو. طب بعيدا بقى عن كل ده، احط طماطم ولا احط خيار؟ حط حته. فين؟ بقولك ايه، هو انتوا لما بتعوزوا تاكلوا بتاكلوا ايه؟ يعني الشبراوي بيجي دليفري؟ يخرب بيت سأل التدويرة وشك. حد عايز حضرتك يا استاذ؟ حد مين ده؟ صباح الحنان على احلى شريهان على مر الزمان. هنيك ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ في يا شوشو، دي مقابله قبل بيها خطيبك؟ هو انت ليك عين تيجي بعد اللي عملته في الدريم بارك؟ والله يا شوشو انا كان قصدي خير، وبعدين انا عمال اكلمك من ساعتها وانت اللي ما بترديش عليا. وبعدين لو انت فاهمه ان انت بكده بتخلعي من هاني الدبدوب، فلازم تفهمي ان هاني الدبدوب لسه حبوب. من فضلك يا هاني، احنا هنا في مكان عمل، يعني ما ينفعش الزيارات الخاصه دي الا لو كنت عايزني في شغل. طب ما انا عايزك في شغل. شغل؟ شغل ايه ده بقى؟ مش انتوا شركة شحن؟ ايوه. انا جاي اشحن. تشحن؟ تشحن ايه؟ اشحن بعشرة. تشحن بعشرة بس؟ طيب عشان خاطر الشمسية دي هشحن ب30. لا في ب25. لا انا خارج من ذمتي 30 والخمسة ليك. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ مين ده؟ مستر منير ده باينك زبون، مش انت زبون؟ زبون؟ انا زبون و كنت جاي اشحن يعني. جاي تشحن؟ اه. تشحن ايه؟ اشحن ب50. نعم 50 ايه؟ طيب ماشي، انت مستقلهم يعني عشان شركة وانتوا موضبين ومكلفين. هشحن ب100 مش هيخسر. هات التليفون اشحنك على الهوا، مفيش ب100. انت جاي تهزر؟ خلاص يا مستر منير خلاص، هو اساسا كان ماشي، مش انت كنت ماشي؟ مش ايه؟ لا مش بقى هي بقى كده يعني. طب على فكرة بقى انا مش زبون ولا حاجة، ودي تبقى خطيبتي. لا خطيبي ايه؟ هو انت خطيبي؟ هو انت وقعت على دماغك ولا ايه؟ في ايه يا بنت؟ مش عارفة ليه نسيتك فجأة ارتبكت بقى. امشي يعني ابوس ايدك عشان خاطر امشي. ماشي يا شوشو همشي، بس الاول تقولي لي سامحتك. سامحتك يا هاني؟ لا قولي لي سامحتك يا دبدوب. سامحتك يا دبدوب. لا ما تاكلنيش يا ماما، قوليها زي ما بتقولها لي. سامحتك يا دبدوبي دوبي دوبي. ايوه الغلاسه اللي انتوا فيها دي، اتفضل اطلع بره يا سخيف. هنسى شريهان؟ ايوه فضل. ما ينفعش ابدا، احنا هنا في مكان شغل، ما ينفعش اي زيارات عائليه فيه. وبعدين انت بقالك كام يوم وبيجيلك زيارات، قدام شويه هيحصل ايه؟ اسفه يا فندم، اوعدك مش هتتكرر تاني. خلاص سامحتك. وبعدين ايه البتاع اللي على دماغك دي؟ اصل انت كيف عمال ينقط فيا؟ انت هتحكي لي قصه؟ اقلع البتاع اللي على دماغك دي يلا فورا. حاضر يا فندم، اتفضل. انا هجربك في شغل، اما نشوف. عايزك تعملي لي فايل تحطي لي فيه كل حاجه عن الشحنه بتاعت ايطاليا اللي رايحه الصين، اتفقنا؟ حضرتك دي لعبتي، 5 دقايق وتبقى عندك. دي مواعيد ساعة نستناكي. مش ده بيت سيف؟ سيف موجود؟ ولو مش موجود ما ينفعش شريف خالص؟ انت بتستظرف بقى بصراحة. اهلا يا نيلي، ازيك؟ بطل غتاتة يلا، وبعدين اقلع الروب بتاع ماما عشان لو شفتك لابسه هتبهدلني. الفسكوزة بتاع ماما؟ ايوه اقلعه. انا مالي، ادخل ولا ايه ده؟ بطل غلاسة. طبعا اتفضلي يا نيلي اتفضلي. واو استغفر الله العظيم يا رب، الحمد لله على كل شيء يا رب، صبرني. أنسة شريهان. أيوة. في واحدة بتسأل على حضرتك. واحدة؟ في إيه النهاردة بس؟ يا لهوي
المكتب الشيك ده بتاعك يا بنت. يا اختي علي يا حبيبه خالته، باينها بدت لك في القفص يا بنت. ايه اللي جابك يا خالتي؟ اخسى عليك، ايه اللي جابني؟ ويا بنت اللي انت لابساه فوق دماغك ده، انت بيشغلوكي هنا ايه؟ بتاعه شماسي بتفرديها يعني ولا بتشتغلي هنا ايه بالظبط؟ معلش اصلها بتمطر عندي هنا. المهم انت ايه اللي جابك دلوقتي بس يا خالتي؟ اكسى عليكي تاني هتقولي لي ايه اللي جابك؟ بصي بقى، انا جايبه لك لقمه يا روح خالتك تاكليها كده بالهنا والشفا. لهوي جايبه لي اكل هنا في الشركه اكل؟ امال هجيب لك فين يعني؟ وبعدين انا فرحانه بيكي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا ده؟ ايه الغاغه دي؟ احنا هنا فين؟ في شركه ولا في مولد؟ انا اسفه قوي يا مستر منير، وبعدين انا ما اعرفهاش اصلا. انت مين يا ابله؟ اخسى عليك يا بنت، بتتنكري مني؟ انت تاني يا شريهان؟ انا مش لا البتاعه اللي على دماغي دي الاول وما بكلمك. ماشي. انا مش كل شويه حد يجي يزورك في الشركه، ما ينفعش. مشغلين عندنا مين؟ صوفي نار؟ ايه يا اخوي؟ مالك عمال تزعق فينا كده ليه؟ فزعت البيت وفزعتنا انا كمان. اشحال يا اخويا ما كانش عمها صاحب الشركه دي كلها. لو سمحت يا مدام، انا مش بكلمك، انا بوجه الكلام للموظفه اللي بتشتغل عندي. وبعدين يا شريهان، ايه الاشكال البلدي دي؟ بلدي؟ انا بلدي يا ابن السمن البلدي. تقصد مين بالسمن البلدي؟ استنى يا بنت، انا اعرف اكلم الاشكال دي كويس. خلاص يا خالتي بلاش ده، بلاش ده بالذات. ليه بلاش ده بالذات؟ مدير يا خالتي ابوس. مديرك؟ الراجل البطريق ده مديرك؟ بطريق الامن؟ منير في ايه؟ الحقني مستر عبد الله. ست صباح، اهلا وسهلا. ازيك يا سي عبده؟ انا كويس الحمد لله. خير يا فندم، في ايه؟ تعالى يا اخويا شوف موظفينا عمال يشخط فيا من ساعة ما جيت وانا قاعدة عيط عيط. اتهنت والله. اتهنتي؟ مستر عبد الله انا اللي اتهنت. منير ارجوك، مستر عبد الله بليز ارجوك. منير اتحرك. موفيت. ميرسي. ناس اتفننوا واتحفوا، وناس اتكوروا واتحدفوا. الله على الزجل ده، مش ممكن. ده صلاح جاهين؟ دي صباح جاهين. طب مش تقول لنا هاني من الجاية كنا على الأقل دهنا الأرض مربى؟ والله يا سعبده أنا ما كنتش جاي، بس البت الغلبانة دي صعبت علي، قلت أجيب لها حاجة تتوتت بيها. طب تصوري بقى أن أنا زعلان، يعني تجيب البنت لقمة وما تجيبليش أنا؟ ودي حاجة تفوتني يا سي عبدو. استنى بس، ده التقيل جاي ورا. لا يبقى ناكل في مكتبي بقى، وسع ونزروت براحتنا. اتفضلي يا هاني ما حصلك. طب والمكتب ده يروح له منين يا سي عبدو؟ آه شوفي، لو عديت المكتب الأول ولا أقولك أنت هتحسي بنفسك. حاضر، من عيني يا سي عبدو. هروح أأكل سي عبدو الأول وبعدين أبقى أرجع لك. مش هتأخر. ماشي يا خالتي. أوي. آه أهلا أهلا شريهان. إيه يا عم؟ إيه حبيبتي، عاملة إيه في الشغل هنا؟ الحمد لله يا عم. طب شوف، أنا عايز أقول لك على حاجة، لو عوزتي أي حاجة صغيرة أو كبيرة ترجعي لي فورا أو لمنير. ماشي. هي في بس حاجة واحدة. طب أنا أستأذنك لأني مشغول جدا دلوقتي. طب هقول. باي باي. بيتك يا شيخ، بيتك. ايه ده، انت بتقرا مجله ميكي لحد دلوقتي؟ انا عارف انها حاجه عيالي، بس انا بقرا ميكي لحد دلوقتي. مش عيالي خالص. انت عارف ان انا جدي صاحب مجله ميكي هو اللي كان بيكتبها زمان؟ مش معقول، ده جدك ده كان راجل عظيم. طبعا عظيم يا ابني، ده جدي. تشربي حاجه؟ سوري، تشربي حاجه؟ شاي، قهوه، نجيب بريل ونخربها؟ الشيء ده مستفز قوي. البريل؟ لا انت، هو مين ده؟ ده شريف، كان معانا في الكافيه. انت نسيتيه؟ لا مش فاكراه خالص. ده شريف صاحبي الوحيد وبيعدي عليا هنا كتير، ده كان بايت معايا امبارح. كان بايت معاك وواخد الروب بتاع مامتك، ويرد قوي. لا مش ويرد، هو شقي. يا شقي. يلا تشربي ايه بقى؟ ممكن تريبل بيري كيوي سموذي. ايه؟ سموذي. لا انا ما بشربش الحقيقه. لا هي عايزه تشرب، افهم بقى، هي عايزه تفك، افهم. انا اجيب كحوليات وننبسط؟ لا 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 خالص، انا ما قلتش كده. هات لي ميه. اوكي ماشي ماشي.
اخد وقت في الميه. ها انجز انت بس وفكها كده. يلا يلا انجوي. بصي هو غيتت شريف غيتت بس قلبه ابيض يعني طيب جدا. فين الفايل بقى بتاع المشروع بتاعك؟ الفايل على اللابتوب واللابتوب في العربيه بس انا عندي كوبي على الميل. طب كويس احنا هنشتغل على اللابتوب بتاعي وهبعت لك كل الشغل بالميل. طيب اوكي ماشي. هات اللابتوب بقى عشان انا لما بكتب بنفسي بستعوب اكتر. بت ايه؟ بستعوب. لا انا هكتب انا عشان انا سريع عشان ننجز. يا ابني انا في الكتابه سريعه بس. هذا وقد قرر العالم الفلكي والرياضي البريطاني بريكتور بعد رصده هذه الظاهره وتمكنه من تصوير لحظه انشطار واجهه الهرم في عام 1920 ميلاديه. معلش هي قد بالقاف ولا بالكاف؟ هو انت لسه في قد؟ ايوه بس خليني اتاكد من سبيلنج. بالقاف. قاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين. ايوه اوكي. قاف قاف. يا لهو سريعه سرعه اسرع واحده. قاف. طيب هذا انت بتطلعي ولا بترجعي؟ ايوه خليني اكتب صح. هذا بالزه ولا بالزاد؟ بالزال. مفيش حاجه اسمها زه ومفيش حاجه اسمها زاد. ازاي في ره زه وفي زاد ضاد؟ اسمها صاد ضاد وره زين. زين ده مش حرف ده اسم بني ادم. حتى في بنات اسمها زينه. انت شكلك ما كنتش شاطر في العربي على فكره. انا خلاص خلاص هكتبها بالزاد. طب قابليني بقى لو لقيت الزاد دي عندك. انا مش عارف انت متعصب ليه يا سيف. اهدى شويه يا سيف اهدى شويه. انت مش شايف يا شريف؟ انا مش شايف. انا مع مين؟ انا مش شايف. شريف ما تستعبطش ده بريل. انت هتعملي سكران. ماشي ماشي معلش. خلاص خلاص كمل يلا. هذا وقد قرر. قرر بالقاف ولا بالكاف؟ بالقاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اوكي قاف. قرر ره ره ره. يا رب ارحمني. ره ره لقيتها. قرر يعني ره تاني. ره ره. انت بتدوري على ايه؟ ما هي هي. ما انت لسه دايسه عليها. دوسي عليها تاني. مش لاقياها. يعني ايه مش لاقياها؟ يعني فطت سابت الكيبورد وطارت؟ ده انت غريبه قوي يا شيخه. اهدى بس اهدى اهدى. اوقات الري بتفط من فعلا من الكيبورد. معلش اهدى بتاع. بطل شرب يا اخي البريلا هيقتلك. طب بالراحه على البنت. البنت زي القمر عشان خاطري بالراحه. على فكره انت موترني جدا والمشكله مش عندي. امال عند انا يا عم؟ المشكله عند انا. عند انا المشكله. خلاص معلش. المشكله في اللابتوب بتاعه صح؟ هو صح. انا معاكي جدا فعلا. اللابتوب بتاعك غير اللابتوب بتاعي. يعني مختلف ازاي يعني؟ هو هو لا اي لابتوب في نفس الكيبورد. لا الكلام عندك انت مختلف. على الاقل انا عندي زاد انت ما عندكش. مفيش حاجه اسمها زاد. انا مش عارفه اشتغل على اللابتوب ده. انا عايزه اللابتوب بتاعي. هو موجود تحت في العربيه. هتنزل تجيبه لي ولا انزل انا اجيبه بنفسي؟ لا لا ما تنزليش انت. انا هنزل واعمل لك اللي انت عايزاه. يلا انزل بقى متاخر بقى. ايه واديني فرصتي بقى كده عشان اقعد معاها شويه. ها نتكلم انا وهي شويه. يلا اديني وقتنا بقى. ماشي وانت يا قليل الادب. دي بنت مؤدبه مش زي اللي تعرفها. ماشي ايه المشكله؟ بس انا مش هقعد معاك لوحدي على فكره. في انت قفشت ليه؟ ما كنا لسه بنتكلم وفكرنا ما بدانا نفك اهو. سيف لو سمحت خد الشيء ده معاك. ماشي يلا. مش هتغير الروب ده ولا البس ابيض احسن؟ ابيض يا شريف. شريف سيف تعالى خد المفتاح. خلي بالك عشان انا شاكه ان صاحبك ده ممكن يسرق حاجه من عربيتي. صاحبي ده بتقول ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ بنتكلم عليك. اوكي ماشي كملوا. لا صاحبي ده مش حرامي. مش حرامي. هو ممكن يكون غيتت غلس لكن مش حرامي. خايفه ياخد مثلا سكارف من عندي من العربيه اذا كان اخد الروب بتاع مامتك. لا دي مش سرقه. دي شقاوه. شقي قوي. شقي. اوكي خلي بالك عامه. لا ما تلاقيش. بليز دوري كويس عشان انا مش فاكره حتى اللابتوب فين. طيب حاضر. يعني مش هنتاخر. خد راحتك. البيت بيتك. شكرا. فين الصور بتاعته معاها؟ photos private. ياسمينة ايه ده؟ دي احلى حاجة حصلت لي في حياتي. دي هتبقى فضيحة جامدة جدا. دي كانت مبزوزة مبزبزة من كل حتة. ايوه يا سيف استنى ما تجيش. لقيت اللابتوب؟ لا ما تطلعش من غيره.
دور عليه في كل حتة، دور تحت رجلي كده الحتة اللي بسوق فيها، دور جنب الكرسي التاني، دور بين الكرسيين، في الكنبة اللي ورا، في شنطة العربية. من فضلك ما تطلعش من غيره عشان اللابتوب بتاعك وترني قوي. Thank you, bye. هبعت صور لنفسي على الميل. طب ما انا اعمل لهم شير من الفيسبوك بتاعه وانا ولا من شاف ولا من جري. باي ياسمينة السمينة.